يأتي في أذهان كثير من الناس موضوع هام جدا، وهو الاشتياق إلى رب العالمين والشوق إلى الله عز وجل، والشوق والاشتياق إلى رؤية الملك الجليل جل وعلا. إذا أردت أن تعرف كيف يكون الاشتياق إلى رب العالمين وإلى لذة النظر إلى وجهه الكريم، فلتستمع إلى هذا الفيديو حتى تعرف كيف يكون الشوق إلى رب العالمين. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصين. إن الشوق والاشتياق إلى رب العالمين لشيء عظيم، قد بينه الله في القرآن الكريم حينما قال ربنا عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الشريف حينما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والمعنى أن المسلم إذا تمنى ورغب في رؤية الله عز وجل وفي الشوق إلى رؤية الله أحب الله لقاء هذا العبد. وإن العبد والعياذ بالله حينما لا يشتاق ولا يتمنى رؤية ربه عز وجل فإن الله يكره رؤية هذا العبد. هذا هو المعنى الذي أراد أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى الاشتياق إلى رؤية الملك الجليل جل وعلا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لو عندي عمر يكفيني لنشرت تعاليم الدين ما بين القاصي والداني من أقصى المغرب للصيني.